ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنقول circulatory system part 3 اللي هو ال part of blood، فخليكم جاهزين. هنا في الفيديو ده هتلاقي ال components of blood اللي هي البلازما وال RBCs red blood cells وال white BCs white blood cells او corpuscles cells او corpuscles وال platelets، وكمان هتلاقي هنا في الفيديو mechanism of blood clotting والبلاد بريشر، يعني اللي مكتوب عندك في الكتاب ان هو كده خلصت ليسون 2 كله. فنبدأ. البلاد هو الترانسبورت البرنسبل ميديوم اوف ذا ترانسبورت بروسيس في البادي، يعني هي دي اصلا الحاجه الوحيده اللي بتتفسح في البادي، فما فيش اي حاجه هتحصل ترانسبورتيشن يعني عايزه تتنقل من مكان لمكان الا ثرو ذا بلاد. لا، الكالر بتاعه بيكون ريد فيسكس فلويد، يعني ستيكي شويه كده. ريد فيسكس فلويد ليه لونه ريد؟ عشان الاغلب بتاعه ريد بلاد سيلز. البي اتش 7.4 ويك الكالين، وقبل كده قلنا انه موست اوف ذا انزيمز ورك ان بي اتش 7.4 اللي هي ويك الكالين ميديوم. الفوليوم فروم 5 تو 6 لترز اوف بلاد في ده الافريج في الهيومن بادي، فروم 5 تو 6 لترز اوف بلاد. عشان كده الواحد لما بيجي يتبرع بالدم يعني ما بينفعش يتبرع باكتر من لتر او لتر ونص. ستراكشر البلاد كونسيستس اوف بلازما ريد بلاد سيلز او كورباسلز، كورباسلز يعني سيلز، وايت بلاد سيلز وبلاد بليتليتس. نشوف بقى دلوقتي فيديو، طبعا الفيديوز دي كلها اغلبها دايجرامز بس يعني هيفهمنا. الفيديو ده على الكومبوننتس اوف بلاد. شايفين قدامنا ريد بلاد سيلز، اغلب الحاجات ريد بلاد سيلز، ريد سيلز كده دوريات صغيره، وفي حاجات تانية ماشيه جنبها دي البليتليتس. الوايت بلاد سيلز تقريبا مش باينه لان هي عددها قليل جدا بالنسبه للريد بلاد سيلز. واللي في النص ده الليكويد اللي ماشي فيه البلاد، ده لونه يلو اللي هو البلازما. فانت كانك كوبايه شاي، يعني الشاي الووتر اهي وايت بلاد سيلز معديه، الووتر دي هي البلازما، فالووتر اصلا كلرلس، هي البلازما برضو لونها يلو. لما حطينا فيه الشاي اتغير لونه، فانت هنا لما الريد بلاد سيلز خلت البلازما اللي لونها يلو دي خلتها ريد. فكل حبه كتير هتلاقي وايت بلاد سيلز دوريه كده معديه كل شويه كتير كده، عشان كده البلاد لونه الاغلب عليه يلو، قصدي ريد. دي ريد بلاد سيلز واسمها اريثروسايتس. طبعا ده بقى مش دايجرام، دي ريل فوتو يعني اندر ذا الكترون مايكروسكوب. اريثروسايتس والوايت بلاد سيلز ليوكوسايتس، سايتس يعني سيل. اخر واحده دي ثرومبوبلاستس اللي هي بليتلتس. ثرومبوسايتس اللي هي البليتليتس. ثرومبوسايتس دي برضو دي ريل فوتو اندر ذا الكترون مايكروسكوب. البلازما مش موجوده ليه؟ علشان هي اليلو فلويد، الليكويد اللي كان بيمشي فيه الثلاث حاجات دول. نكمل بقى، ناخد اول واحد اللي هو البلازما. بلازما ريبريزنت 54، the plasma represents 54 of the blood 54% of the blood volume. ال 54% دول فيهم ايه؟ فيهم 90% water، 1% inorganic salts زي الكالسيوم عشان هناخده ليه function في ال blood clotting، وصوديوم وكلورين وبيكربونات salts، 7% proteins زي الالبومين، والالبومين ده برضو ليه function للبلاد، وجلوبيولين وفيبرينوجين، هناخد الفانكشن بتاعه الفيبرينوجين مش هناخد بتاعه الالبومين، انا ممكن ابقى اقولها لكم بعدين في الاخر. في 2% other components زي بقى الكومبوننتس اللي هي ابزوربد من السمول انتستين، الشوجرز والامينو اسيدز والهرمونز والانزيمز وانتي بوديز اند ويستس واليوريا، الحاجات دي كلها موجوده في البلازما ديزولفد في البلازما.
تمام. نشوف بقى بعد كده بقية ال components بتاعت ال blood. red blood cells. red blood cells هو ال structure اللي انتوا شايفينه ده. بس قبل ما نفتح نشوف ال structure, احنا نقولنا ان هما ال most abundant blood cells, يعني هما الاكتر في البلد, فعشان كده لونه red. في الادلت ميل from 4 to 5 million cell per millimeter cubic. في الادلت فيميل يعني العدد ناقص حبة, from 4 to 4.5 million cells per millimeter cubic. طيب هما شكلهم ايه؟ زي ما انت شايف كده في الفيديو, هما rounded shape كورباسل بايكونكيف. بايكونكيف يعني مضغوطين من الجنبين, هي دي بايكونكيف, يعني انت شايف جنب واحد هو الجنب التاني زيه بالظبط. طيب هنشوف بقى في الفيديو الاوريجين بتاعهم, هما اوريجينيتد منين اصلا. ادي البايكونكيف ستراكشر اهو باين. البايكونكيف ستراكشر ده بيخليهم ان هما يعرفوا يتنوا جوه ال blood vessel, يعني ممكن يتنوا ويعدوا كده, هو دي فايدة ال biconcave structure. ايه الاكسجين والكربون دايكسايد ده؟ عشان ال red blood cells ال function بتاعتها transporting oxygen and carbon dioxide, او allow exchange of oxygen and carbon dioxide. خلاص, يبقى carry oxygen to all the body cells and carry carbon dioxide from the body cells to the heart مثلا. تمام, دي الفانكشن بتاعت الريد بلاد سيلز. الفانكشن بتاعت البلازما كانت كاري فود, اللي هي الحاجات اللي احنا قلناها كلها ماشيه مع البلازما, هي دي الفانكشن بتاعت البلازما. الفانكشن بتاعت الريد بلاد سيلز ان هما ترانسبورتنج اكسجين وكربون دايوكسيد, وليهم ميكانيزم هناخدهم في فيديو تاني. نكمل ده بقى عشان نشوف الاوريجين بتاعهم. الاوريجين بتاعهم جاي من البون مارو, اللي هو ده البون مارو, يعني العظم, جوه العظم. تمام, ده الاوريجين بتاع الريد بلاد سيلز, يعني اللي جوه العظم ده هو اللي بيطلع البلاد كله, يعني عموما هو بيطلع الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتليتس, هو بيطلع البلاد كله. فاحنا بنتكلم على الريد بلاد سيلز, يبقى الاوريجين بتاعهم from inside the bone marrow. اهو بيحصل له اتعملوا كده ان هم اتصنعوا وهيطلعوا لبره بقى. ده بقى how the body, how the blood transport الأكسجين والكربون دايوكسيد, عشان ده ليه ميكانيزم. الجاز اكسشينج بيحصل في اللنجز, فبياخد بناخد الأكسجين ويرجع بداله ايه؟ كربون دايوكسيد. الريد بلاد سيلز مش زي التيبيكال سيل. التيبيكال سيل فيها نيوكليس, الريد بلاد سيلز ما فيهاش نيوكليس خلاص, فمش هيحصل لها ديفيجن, مش هتتقسم لان هي ما فيهاش نيوكليس, فلازم ديسترويد في مكان واوريجينيتد من مكان تاني. ما فيهاش بقى ولا نيوكليس ولا ريبوسوم ولا ميتوكوندريا. وده البايكونكيف ستراكشر بيقول لك ان هو عشان يخليها سهله انها تتني وتعدي كده وتبقى فليكسيبل, يعني تمشي في كل حته. طيب مش احنا الجزء ده بقى بتاع الاكتين ده مش علينا, ده بقى علينا. الريد بلاد سيلز عليها هيموجلوبين, ماشي, هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده شكله زي ما انت شايف كده, وفي اربع اماكن, كل بارتكل من الهيموجلوبين في اربع اماكن. الاربع اماكن دول هيمسكوا في ايه؟ في الاكسجين. الهيموجلوبين ده فيه ايرن, فاربع اماكن دول اللي هم اربع ايرن. الايرن ده لازم هو اللي بيمسك الاكسجين ويلف بيه all over the body. عشان كده الناس اللي عندها انيميا بيبقى عندها نقص حديد, اللي هي فقر دم بيبقى عندها نقص حديد, فتلاقيها بتدوخ وتقع وملهاش نفس تاكل, يعني مفيش اكسجين واصل للدماغ لانها اصلا مش مركزة بتدوخ. فمين اللي يعني هي ما عندهاش حديد, فما عندهاش المكان اللي بيشيل الاكسجين ويلف بيه. طيب الهيموجلوبين ده لما مسك الاكسجين, انا مشيت حبه كتير, الهيموجلوبين ده لما مسك الاكسجين ولف بيه هيبقى ليه اسم, اسمه اوكسي هيموجلوبين, ويبقى لونه ريد
عشان كده البلد اللي هو فيه اكسجين بتلاقيه لونه فاتح. طبعا مفيش ريد بلد وبلو بلد، هو فيه لايت بلد ودارك بلد، يعني فيه بلد غامق وبلد فاتح. تمام. طيب بعد ما الايرن اللي فيه مسك الهيموجلوبين هيروح بيه to all the body cells، يوزع بقى بعد ما الايرن مسك الاكسجين هيوزعه بقى على كل البادي سيلز. تمام. هيروح في البادي سيلز ما عندهاش اكسجين، لو اكسجين اهو، فالاكسجين هيطلع بالديفيوجن. الرسمه اللي على اليمين دي بتاعت السيلز لو اكسجين، فالاكسجين طلع بالديفيوجن. هي بقى السيلز عندها مين؟ عندها كربون دايكسايد، هتقوم مديه الهيموجلوبين ده الكربون دايكسايد وتاخد منه الاكسجين بالديفيوجن، يعني from high concentration to low concentration. السيلز فيها high concentration من كربون دايكسايد والبلد فيه high concentration من اكسجين، فهيبدلوا مع بعض بالديفيوجن. مين المسؤول؟ الهيموجلوبين. لما ياخد الاكسجين اسمه اوكسي هيموجلوبين ويبقى لونه light red. لما ياخد الكربون دايكسايد بقى هيبقى ايه؟ هيبقى اسمه كاربو امينو هيموجلوبين. الكربون دايكسايد مش بيقف على يعني مش بيمسك في الايرن، بيمسك عادي في الهيموجلوبين في اي مكان، في مكان تاني في الهيموجلوبين، ويبقى اسمه كاربو امينو هيموجلوبين. الاسم ده مش موجود في الفيديو فانا قلته اهو، كاربو امينو هيموجلوبين. خلاص احنا كده قلنا كل حاجة على الريد بلاد سيلز، ما قلناش بس الديستراكشن سايت، هي destroyed after short age in the liver وspleen وبون مارو، برضو destroyed in the liver وspleen وبون مارو. تمام. قلنا بقى كل الكلام اللي على الريد بلاد سيلز الموجود في الكتاب، يعني هو في رغي كتير كده بس لو قريته هتلاقينا احنا قلنا يمكن مثلا لو فوتنا حاجة او كده هتعرف تفهم. نشوف بقى الوايت بلاد سيلز، كده احنا قلنا حاجتين من البلاد، البلازما والريد بلاد سيلز. نشوف الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز غير الريد بلاد سيلز، دي فيها نيوكليوس، بس فيها نيوكليوس with different shapes، يعني الشيبس دي كلها موجوده في الوايت بلاد سيلز الاربعه شيبس دول. والشيبس دي according to ايه؟ according to the phase age، يعني هي اول حاجه بتبقى كده بعد شويه بتبقى كده يعني مش دي انواع من الوايت بلاد سيلز كل واحده طالعه لوحدها يعني، بس هم كلهم بيبقوا موجودين في نفس الوقت، لازم يبقوا موجودين في نفس الوقت according to age. طيب الوايت بلاد سيلز they are about 7000 cell per millimeter cubic. طبعا فرق كبير بين الرقم بتاع الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز، كانت بالمليون، دي thousands. النمبر بقى بتاع الوايت بلاد سيلز increase and decrease during diseases. لو في disease الوايت بلاد سيلز دي هي اللي بتحارب الميكروبس، attacking microbes، وهنشوف في الفيديو ازاي، فالنمبر بتاعها بيزيد. هي colorless، واحنا قلنا ان فيها nucleus with different shape. الاوريجين بتاعها هو برضو البون مارو، البون مارو ده بتاع البلد كله، وكمان بتطلع من السبلين والليمفاتيك سيستم. السبلين والليمفاتيك سيستم دول سيستم على بعض هناخدهم في الليسن اللي جاي. الايج بتاعها from 13 to 20 days. الفانكشن بقى نشوفها دلوقتي في الفيديو اللي هي attacking microbes. طبعا الريد بلاد سيلز عشان فيها نيوكليوس فهي سهل انها يحصل لها ديفيجن. تمام. فالريد بلاد الوايت بلاد سيلز ديفايدد، انا ممكن اكون اتلخبطت قلت ريد بدل وايت، انا مش واخده بالي، بس انتوا ايه اكيد فاهمين الدنيا. ده كده مايكروب اتاكينج ذا بودي، وده طبعا دايجرام مايكروب اتاكينج ذا بودي. تقوم مين تيجي تجري بقى عشان تشوف الموضوع ده؟ الوايت بلاد سيل. دي ريل فوتو، دي الوايت بلاد سيلز وهي بتعمل attacking microbes، هتعمله digestion خالص، هي هتحوطه كده وتحلله خالص ويبقى مش موجود. فدي real photo of the white blood cells وهي attacking للميكروبس، اكلته خالص وبلعته. تمام. يبقى في الفيديو ده شفنا الوايت بلاد سيلز وهي بتعمل division، وشفنا الفانكشن بتاعت الوايت بلاد سيلز وهي attacking microbes or different pathogens. وكمان هي الديد سيلز، يعني لو في حاجه ماتت في البادي هي برضو اللي بتتخلص منها، getting rid of dead cells و other wastes، وبتطلع انتي بوديز. الانتي بوديز دول هتاخدهم في ثالثه سنه وان شاء الله في الاميون سيستم. ناخد ثالث حاجه blood platelets. ماشي. البليتلتس ده الكلام اللي عندنا عليها، هي 250,000 platelet per millimeter cubic of the blood.
non-cellular and very small sized particles. يعني هي مش cells اصلا, دي very small sized particles, fragments, particles, بس ما تقدرش تقول عليها cells زي picture كده, لان السيل ليها مواصفات معينة. يعني الاوريجين بتاعها البون مارو, واحنا قلنا البون مارو ده الاوريجين بتاعهم بتاع البلد كله. الافريج ايج اوف بلد بليتلتس 10 days and they are regenerated continuously, برضو من البون مارو. البليتلتس بقى هي اللي بتعمل لما يكون في ووند, يعني جرح. انت لما بتجرح بتلاقي حاجة طلعت على الجرح بعد شوية, حاجة ناشفة كده ولونها غامق زي البلد بس غامقة, هي دي اللي عملتها البلد بليتلتس, ودي اسمها بلد كواجوليشن او بلد كلوتينج. هنشوف احنا بقى البروسيس دي, هنقراها الاول وبعدين نشوفها فيديو. طيب البلد بليتلتس مع الديسترويد سيلز بيعملوا بروتين اسمه ثرومبوبلاستين. البلد بليتلتس والديسترويد سيلز اللي هو الجرح بيعملوا بروتين اسمه ثرومبوبلاستين, خلاص. بالكلوتينج فاكتورز, الكلوتينج فاكتورز اللي هما ان انت تتعرض للهواء, تمام, وانه يكون في رف سيرفس, يعني ان الجرح كده البلد بليتلتس تعدي عليه تلاقي رف سيرفس مش سموث زي جوه الفيسل معديه كده الدنيا عادي وردي ومعديه وسموث سيرفس, فما فيش اي حاجه, ما فيش ولا هوا ولا رف سيرفس, فمش هتعمل البلد كلوتينج. يبقى هي دي الكلوتينج فاكتورز اللي موجود, اكسبوجر اوف ذا بلد تو اير وفريكشن ديو تو رف سيرفس, خلاص. فالاثنين دول مع بعض البليتلتس والديسترويد سيلز والكلوتينج فاكتورز يعملوا ثرومبوبلاستين. الثرومبوبلاستين بيعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه ثرومبين. كان ايه؟ كان بروثرومبين, خلاص. بروثرومبين اكتيفيتد ازاي؟ بالثرومبوبلاستين ومعاه الكالسيوم ايونز اللي احنا قلنا ان هي ماشيه في البلازما عادي, يعني هي موجوده اصلا في البلازما. يبقى البروثرومبين ده انزيم inactive activated to thrombin enzyme by the action of thrombopoplastin اللي هو جه من فوق ده, والكالسيوم ايونز والكلوتينج فاكتورز لازم تفضل موجوده زي ما هي, لان انت لو غطيت الجرح لما بتبقى مجروح وتغطيه بتفتحه تلاقيه لسه ايه لسه مفتوح. لو بنتكلم على الجرح صغير, يعني مش جرح عمليه, لو جرح صغير بتلاقيه لسه مفتوح عادي, لازم تعرضه للهواء عشان يتقفل بسرعه, يحصل له blood clotting. طيب البروثرومبين ده protein secreted in the liver by the help of vitamin K and poured in the blood, يعني هو بيطلع من الليفر الأول و poured في البلد, تمام, by the help of vitamin K. الثرومبين انزيم ده بقى هيعمل ايه؟ هيجي يعمل activation لحاجة تانية اللي هو fibrinogen, وده اصلا soluble protein in plasma, يعني بروتين ماشي عادي في البلازما كده, اول ما يلاقي ثرومبين قدامه يتحول ل insoluble fibrin. الفبرين بقى هو ده اللي بيعمل ال blood clotting. الفبرين participates in the formation of network of microscopic fibers اللي احنا بنشوفها بقى كده لونها اصفر كده, بس انت مش بتشوف الاصفر, بتشوف ال red blood cells aggregated, يعني اتجمعت عليها, forming blood clotting وblocks the cut. ليه blocks the cut؟ لغاية ما, عشان أول حاجة من عند ربنا كده to prevent bleeding, لغاية ما انت تكون tissues تانية. انا عارفة ان انت ما ركزتش قوي في الكلام, بس لما تقعد تذكره كذا مرة هتفهمه. دلوقتي هتشوفه في الفيديو, الفيديو ده فعلا هيفهمك blood clotting. دلوقتي هي الست دي قاعدة بتقطع فهتجرح نفسها. ادي الكات, بقى فيه rough surface وبقى فيه air داخل جوه blood vessel. طبعا كده هي جرحت blood capillary, يعني مش للدرجة دي. فهو كاتب artery بس هي مش للدرجة دي, يعني هي ما جرحتش artery. دي damaged area, طبعا blood عمال يطلع يعمل bleeding, يعني فيه دم عمال يخرج. مين دي بقى؟ blood platelets. جت بقى معاها مين؟ ثرومبوبلاستين. ثرومبوبلاستين ده جه ازاي؟ من البلد بليتلتس والديسترويد سيلز. طيب هنعيد بقى, دي
blood platelets هيطلع منها thromboplastin وهيجي معاه الكالسيوم ايونز والبروثرومبين هيعملوا اكتيفيشن للبروثرومبين يخلوه ثرومبين اللي هو الانزيم الانزيم ده اول ما هيلاقيه الفيبرينوجين هيتحول لانسوليبل بروتين الانسوليبل بروتين ده هو بقى اللي هيعمل النتورك دي واصلا البلد عمال يطلع فبيلزق بقى خلاص لان في نت في حاجه عماله بتوقفه فهيجمعوا كلهم واحنا مش بنشوف غالبا اللون الاصفر ده بنشوف الريد بلد سيلز بس بنشوف يعني كان حاجه ناشفه من البلد تقفل بقى الجرح لغايه ما يحصل التيشوز دي ترجع تاني تتكون وساعتها تقدر انت تشيل الكواجوليشن ده اوف ذا بلد البلد كلوتينج دي تقدر تشيلها خالص تمام وهي اللي جوه دي بتدوب لوحدها بقى خلاص لكن اللي بره دي انت بتشيلها عادي فعيد الفيديو ده كذا مره اللي هو البارت ده كذا مره عشان تشوف تاني البلد كلوتينج احنا كده وصلنا خلصنا البلد والبلد كلوتينج ناخد البلد بريجر بس قبل البلد بريجر نقول ال reasons of the non clotting of the blood inside the blood vessels ليه البلد وهو ماشي مع ان في الحاجات بتاعه البروتين اللي هو الفيبرينوجين وفي الثرومبوبلاستين الحاجات دي موجوده والكالسيوم ايونز وكده موجودين الثرومبوبلاستين ده بيطلع من البليتليتس والدامجد سيلز بس الفيبرينوجين موجود يعني هو اصلا انسولب فايه هي الاسباب اللي مش بتخلي البلد يحصل له كلوتينج انسايد ذا فيسل اول واحد واهم واحد انه هو اللي هو نمبر 2 ان البلد بليتليتس سلايد ايزلي اند سموثلي انسايد the blood vessel يعني ماشي عادي مفيش اي rough surface ماشي ان the blood flows in normal fashion inside the blood vessel without slowing down مفيش حاجة هتبطئه ولا هتعطله هو ماشي عادي برضو ان في heparin substance الheparin substance دي secreted from the liver هي دي اللي بتوقف البروثرومبين ان هو يتحول لثرومبين الثرومبين اللي بيعمل activation للفيبرينوجين فهي دي اللي بتوقفه مش هيتحول لثرومبين ومش هيعمل اكتيفيشن للفيبرينوجين فالفيبرينوجين هيفضل انسوليبل ومش هيبقى هيفضل سوليبل ومش هيبقى انسوليبل فمش هيعمل كلوتينج تمام ايه هي بقى الفانكشن بتاعه البلد كلها على بعض هي نفس الفانكشن اللي احنا خدناها كلها يعني الفانكشن بتاعه الترانسبورتيشن دي اللي هي بتاعه البلازما transporting the digested food excretory nitrogenous compounds hormones or some enzymes through the plasma يبقى الفانكشن ترانسبورتيشن دي في البلازما والفانكشن بتاعت الريد بلاد سيلز اللي هو ترانسبورت اكسجين وكربون دايوكسيد اللي خدناها في الريد بلاد سيلز البروتكشن دي اللي هي نمبر 3 دي بتاعت الوايت بلاد سيل protect the body against microbes pathogens و protect the blood itself against bleeding دي بتاعت البلاد كلوتينج اللي هي البليتليتس يبقى احنا قلنا الفانكشن بتاعه البلازما والريد بلاد سيلز في الترانسبورتيشن والفانكشن بتاعه الوايت بلاد سيلز والبليتليتس في البروتكشن دي بقى الفانكشن بتاعه البلاد العاديه اللي هو ستراكشر بتاع البلاد ريجوليتس ذا بروسيس اوف ميتابوليزم يعني في انزيمز هي اللي بتعمل انابوليزم وكاتابوليزم كيپس ذا بودي تمبريتشر كونستانت 37 ديجريز ريجوليتس ذا انترنال انفايرمنت اوف ذا بودي هوموستاسيس ده او الاوزموتيك بريشر ده regulated by albumin الالبومين هو اللي keeps the osmotic pressure of the blood بيحافظ عليه مظبوط يعني the amount of water وال degree of pH بالالبومين لما بيحصل disturbance in the level of albumin بيحصل leakage of water الwater بتطلع من البلد للتيشوز وبيجي التيشو يحصل له swelling تلاقي البني ادم كده منفوخ دي عند خده مثلا منفوخ كأنه مليان مية كده عند رجليه مثلا منفوخه بالذات البريجننت وومن وومن بيبقى عندهم رجليهم منفوخه كده فيها ميه ده عندهم ديستربنس في الالبومين ليفل فكده احنا قلنا الفانكشن بتاعه الالبومين اهي خلاص عشان قلت لكم هقولها لكم في الاخر طبعا ده كده تو ماتش انفورميشن عليكم فاحنا ممكن نقول البلاد بريشر في فيديو لوحده هتلاقوه على طول بعد الفيديو ده